الموجز الاقتصادي من الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط العراقية اليومية لأمريكا انخفضت لتصل إلى 155 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن الولايات المتحدة استوردت من العراق 305 ألف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه، فيما استوردت هذا الأسبوع 155 ألف برميل يوميا. وأضافت الإدارة أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.4 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 878 ألف برميل، ثم السعودية بمعدل 555 ألف برميل. أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وجود مكاتب وهمية تستقطب العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية. وحذرت الوزارة من التعامل مع هذه المكاتب الوهمية بعدما كشفت لجنة النزاهة البرلمانية أن كلفة نقل العمال الأجانب العاملين في شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق تبلغ 1 مليار دولار سنوياً. قال قائم مقام الحبانية علي داود إن الحركة الاستثمارية في محافظة الأنبار بطيئة جدا بسبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد بصورة عامة. وأضاف داود أن قضاء الحبانية يعاني من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مما يؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية ويقلل من فرص الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الكهرباء تؤثر على تزويد المناطق السكنية بالمياه وعلى ري الأراضي الزراعية والعديد من المرافق الخدمية الأخرى التي تعتمد على المياه بصورة مباشرة. أفادت مصادر في محافظة ديالى باستمرار تدفق البيض الإيراني إلى الأسواق عبر منافذ التهريب والطرق غير القانونية. قالت المصادر إن البيض الإيراني يدخل ديالى عبر طرق تهريب غير قانونية ضمن الحدود الشرقية للمحافظة مع إيران، ويعاد تعبئته بصناديق تحمل ماركات مزارع وحقول تربية دواجن عراقية بإشراف جهات متنفذة. وأكدت المصادر أن الجهات المسؤولة عن عمليات الاستيراد استغلت ارتفاع أسعار البيض في المحافظة بسبب قرار وزارة الزراعة حظر استيراد منتجات الدواجن. قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن قيمة المشاريع العمومية المعطلة في البلاد تبلغ نحو 6 مليارات دولار. وأضاف المشيشي أن من أهم العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي هو الإطار الترتيبي والقانوني، فيما أشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع مخطط عمل سيمكن الحكومة خلال الأشهر المقبلة من استغلال أكثر من 700 مليون دولار من تمويلات المشاريع العمومية المعطلة. أعلن بنك الشارقة الإماراتي أنه تكبد خسائر بقيمة 122 مليون درهم إماراتي خلال الفترة الماضية. وقال البنك إن عام 2020 شهد انتشار جائحة كورونا وتطورات مهمة أخرى أثرت على الأسواق التي يعمل فيها البنك، مشيرا إلى أن البنك سجل خسائر دفترية بقيمة 122 مليون درهم وخسائر شاملة بلغت 111 مليون درهم. يأتي هذا مع توالي خسائر الشركات الإماراتية في الآونة الأخيرة في قطاعات مختلفة من اقتصاد البلد مثل الطيران والسياحة والعقارات. توقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعاً مدة تتراوح بين 2 إلى 4 أعوام في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتاً. وقال البنك إن حدوث انهيار في السوق هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أن التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم الأسعار في الأصول والسلع الأولية والإسكان أنها مسألة دائمية. هذا وزادت توقعات ارتفاع معدل التضخم مع فتح الاقتصاد الأمريكي بعد أكثر من عام من قيود كورونا وخطط التحفيز التي طرحتها الإدارة الأمريكية وخطة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عنها.
ختام الموجز الاقتصادي دائما، كونوا في رعاية الله.